هو الشخص هذا إذا كان يعني لما يسجد يستطيع أن يرجع إلى الكرسي ويستطيع أن يقف، فلا يجوز له الصلاة على الكرسي بالإيمان للسجود، يعني يقف إذا كان يستطيع أن يقف ويركع، ثم بعد ذلك إذا جلس على الأرض سجد، ولكن الجلوس بين السجدتين لا يستطيع أن يجلس زي ما قال، وإنما يكون زاوية قائمة يكفيه، لو بقي زاوية قائمة لا حرج عليه لا ضرر عليه، يعني ما فيش، جلوسه صحيح، وهذا اللي ينبغي أن يفعله. ثم يسجد مرة أخرى، إذا كان لما يسجد المرة الثانية يستطيع أن يرجع إلى الكرسي، إذا كان ما يقدرش يوقف ولا يستطيع أن يقف، فهذا لا يجوز له الصلاة على الكرسي، بل ينبغي أن يسجد على الأرض، لأنه يقدر على القيام ويقدر على السجود، وجلوسه بزاوية قائمة هذا لا يضره، يعني يفعل ذلك ويقوم للركعة الثانية. لكنه إذا كان لما يجلس ويسجد معاش يقدر يقوم ويجلس على الكرسي ولا يقدر أن يقف للركعة الثانية، يقول له في هذه الحالة لو صلى على الكرسي لا يضره، أو ما للسجود من جلوس يجلس على الكرسي ويومي للركوع ويومي بعده للسجود بأخفض من إمال الركوع، هذا جائز. لكن في حالة ما إذا كان إذا لم يجلس على الأرض معاش يقدر يقوم للركعة الثانية، أما إذا كان يقدر يقوم غاية ما فيه غير يفوت الجلوس ويجلس بزاوية قائمة زي ما قال، فهذا ينبغي له أن يجلس على الأرض ويسجد على الأرض ثم يقوم للركعة الثانية، ثم أيضا ينزل بعد الركوع للسجود على الأرض، ولا يكفيه الجلوس على الكرسي في هذه الحالة. هي المشقة يستعين بها عليها، بيضع كرسي آخر في جنبه يتكي عليه عندما ينهض وكذا، إذا كان كل هذا يقدر عليه فينبغي أن يسجد، وإذا كان هو لا يقدر وإذا سجد يعني يصعب عليه القيام مرة أخرى، لا باتكاء على كرسي ولا بأي إعانة أخرى، فهذا يبقى هو عاجز.